الرحمن الرحيم، نشرح المحاضرة السادسة من محاضرات المايكروبيولوجي اللي هي البارت الرابع من الريسبيراتوري انفكشن. بالبارتات السابقة أخذنا البكتيريا شلون تسوي انفكشن للريسبيراتوري، اليوم راح ناخذ الفانجاي أو الفانجل شلون راح تسوي لي انفكشن للريسبيراتوري. فد انترودكشن عن الفانجاي. Fungal respiratory infection are systemic endemic meiosis usually occur in restricted geographic area. يعني الفنجاي هي هم تشارك، يعني تسوي لهم infection بالrespiratory، هم حالها حال البكتيريا والفيروسات، هم تسوي الانفكشن بالrespiratory system أو respiratory tract، ويعتبر الانفكشن مالتها يكون يعني endemic. Causing pulmonary disease or community acquired pneumonia. شو تسوي لي؟ تسوي لي pulmonary disease وكذلك community acquired pneumonia. Usually acquired via the airborne route by inhalation of fungal spores. طيب شو راح تكون طريقة الانتقال هذا الديزيز أو هذا الانفكشن؟ شلون راح يصير بيه مثلا؟ راح عن طريق سبورات مالت الفنجاي، راح استنشقها تدخل الى اللانج ما تسوي لي الديزيز، اما تسوي لي بالمناري ديزيز او تسوي لي كوميونيتي اكوايرد نيمونيا وغيرها. انفكشن كان رينج اوف فروم اسيبتوماتيك اور مايلد وذ ذا فلو لايك النس تو سيفير بالمناري اور ديسمنتد ديزيز. الانفكشن راح يعني يتراوح مدى، اما يكون ما بي اعراض او لا تظهر على الشخص اعراض تكون مايلد، شلون الاعراض مالت الانفلونزا flu like illness to severe pulmonary او مرات تكون حتى severe. Okay, severe pulmonary or dismantled disease. Endemic fungi are thermally او thermally dimorphic fungi. شو يقصد بها؟ يقول انه الفنجاي لها ترى dimorphic، يعني لها شكلين، اللي هي شنو؟ مثلا بالبيئة شلون راح يكون شكلها؟ راح يكون شكلها على شكل فيلمنتيس هايفا، بينما داخل الجسم بالتشيو مال جسمنا راح تكون على شكل يست، يعني على شكل عفن. اوكي، الفنجاي لها شنو؟ داي مورفيك شكلين، شكل بالبيئة تكون فيلمنتيس هايفا، بينما داخل اجسامنا راح تكون على شكل يست. زين، and can cause both. هاي الفنجاي راح تسبب لي ديزيز اللي هو نسميه اما برايمري ديزيز اللي اسمه الثاني ترو باثوجين، او opportunistic infection. opportunistic infection شنو يعني البرايمري ديزيز وشنو opportunistic infection؟ احنا عندنا بعض الفطريات، يعني اوكي هي موجوده داخل جسم الانسان بصوره طبيعيه، يعني تعتبر شلون فلورا نورمال مثل الكانديد، لكن من يضعف الجهاز المناعي عندنا راح يعني تسوي انفكشن. هاي شو نسميها؟ نسميها opportunistic infection. بينما البرايمري ديزيز لا، انا اكتسبها هي اصلا، يعني تسوي الانفكشن انا اكتسبها من الانفايرومنت، من البيئه تدخل الجسم يسوي الانفكشن، هذا سميه برايمري ديزيز او ترو باثوجين، باثوجين حقيقي يعني. زين، endemic meiosis can result in severe and fatal cases in hospitalization and immune compromised patient and dismantling disease resulting in higher mortality. يقول مثل ما قلنا هو endemic هذا الديزيز، يعني هذا الفنجاي يسوي الانفكشن يكون endemic. اوكي، يقول قد تكون hospitalization، يعني شنو؟ مثلا شخص داخل بالمستشفى وصارت عنده جت مثل اي مرض معين داخل وصار عنده شنو؟ يعني عدوى بالفنجاي، يعني اكتسبها منين؟ من الهوسبيتال، وهاي تعتبر يعني خطره. وبعد الاميون كومبرسموس بيشنت، كذلك الاشخاص اللي يعني الجهاز المناعي مالتهم ضعيف، بالذات بالاشخاص اللي عندهم ايدز او اتش اي في، راح يكون جهاز المناعي مالتهم ضعيف، فمن يصابون بهذا النوع يعني بالفنجاي راح يعني تكون لهم احتمال مورتاليتي تؤدي بهم الى الموت. زين، خطرة تكون عليهم. الريسك فاكتور مالتها patient suffering immune deficiency disorder such as HIV, AIDS and cancer patient who undergo chemotherapy as well as patient who receive immune suppressive therapy such as bone marrow and stem cell transplantation. الريسك فاكتور مالتها مهمة، يعني مثلا من هم الأشخاص يعني انه خطر ينصابون بهذه الفنجاي؟ مثل عندنا اللي جهاز المناعي مالتهم ضعيف مثل ما قلنا، من هم؟ مثل اللي عندهم اتش اي في، الايدز، بعد الاهل الكانسر لان يخضعون الكيموثيربي، ف يعني هذا الكيموثيربي يضعف من الجهاز المناعي مالتهم، فاذا تعرضوا لهذا الانفكشن يعني سببه فنجاي تكون خطره عليهم.
بعد يعني فوق هو ضيمة الدور يجي هذا الانفكشن. As well as patient receive immune suppressive therapy. إذا يعني يضعف الجهاز المناعي مثلا فشخص يعني البون مرو أو يعني زراعة البون مرو أو زرعوا على مثلا stem cell زين يعني نقلوا له transplantation فهذا أيضا يضعف الجهاز المناعي وأيضا يعني إذا صار عندها infection خطير. بعد other autoimmune or inflammatory condition and chronic disease such as diabetes, chronic lung disease especially when exposure to contaminated soil or dust with the fungal spore. الأشخاص اللي عندهم يعني أمراض مزمنة مثل الدايبتيز إذا شخص عنده أمراض باللانج كرونيك زين ويتعرضون لهذا الفنجاي مثلا يعني عن طريق التربة مثل contaminated soil التربة الملوثة بهذا الفنجاي. بعد الدست الغبار همات قد يكون حامل للسبورات مالت الفنجاي وتدخل الى داخل الريسبيراتي ويعني الريسبيراتوري وتأذي الشخص اذا بالذات مثل ما قلنا اذا عنده مثل كرونيك ديزيز اوكي سواء كان دايبتيز او كرونيك لانج ديزيز. لكن احنا كاشخاص عاديين يعني ما عندنا امراض ان شاء الله فالعادي انه حتى لو تدخل الفنجاي سبور يعني اجهزتنا المناعية ان شاء الله تكون قوية فيعني تتحمل هذا الشيء ما يعني ما نتأذى كلش مثل ما هذا شخص لا عنده دايبتيز او عنده كانسر لا ذولا كلش يتأذون. نجي للأسبرجيلوسيس. شنو هذا الأسبرجيلوسيس؟ الأسبرجيلوسيس مولد is one of the most common fungal species which can sufficiently sporulated with the release airborne condia. شنو هاي الاسبرجيلوسيس طلاب؟ هو احد انواع الفنجاي. خوش ايش راح تسوي لي؟ ايش راح تطلق لي؟ تطلق بالايربورن يعني تطلق بالجو الكونديا يعني هي هاي راح تنتقل بها راح تدخل للريسبيراتوري مالت الانسان وتسوي لي انفكشن زين. The produced condia in air are small enough arrive at human airway and pulmonary alveoli. يعني حتى لو هذه الاسبرجيلوس أو سبوريوليت راح تطلق لي كونديا بكميات كلش قليلة بالجو يعني قادرة انه هذه انه تنتقل تروح للإنسان وتسوي لي انفكشن تروح المن للإيرواي مات الإنسان. بعد للبلمونري الفيولاي كازنج سبكتيريام of disease including lethal infection in immune compromised individual and atopic patient with the asthma allergies. مثل ما قلت تروح للهيومان حتى لو بكميات قليلة وتسوي له انفكشن وبالذات إذا كان الشخص الجهاز المناعي مالته ضعيف أو عنده هو أمراض سابقة بالرسبيراتوري مثل عنده أسمة ويعني وغيرها من الأمراض اللي متعلقة بالرسبيراتوري أو حتى مو بالرسبيراتوري فهذه راح تكون خطرة على احتمال تؤدي بي إلى الليثال أوكي للموت. In healthy individual, inhaled condia are engulfed by alveolar macrophage and killed in phagocyte oxidase. Depend fusion. إيش ناش يقول؟ يقول بالأشخاص الأصحاء مثل ما قلت لكم طلاب هم راح يعني يستنشقون الكانديا الموجودة بالجو اللي يعني انطلقت من قبل سبوريليت. فمن تدخل راح تروح المن للالف يعني تبتلع صار لها تاخذها من الماكروفاج الالفيلر ماكروفاج بمن تقتلها بالانزيمات اللي موجوده بها اللي هي الفاجوسايت اوكسيديز زين. بينما بالاشخاص الان اميون كومبرسموس انديفيدال ان كومبليت كيلينج اوف انهيلد فانجل كانديد ريزلت ان جيرمينيشن اند تيشو انفيجن باي فانجل هايفا. بالأشخاص اللي عندهم ضعف بالجهاز المناعي أوكي راح تبتلعها الماكروفاج لكن ما راح تقتلها لأن ما عندها إنزيمات كافية إنه تطلعها ما عندها إنزيم الفوسفو الفوغوسايت أوكسيديز كافي حتى تقتل هذه الفنجاي فبالتالي راح تبقى فيصير لها جيرمينيشن راح تتكاثر داخل التشيو مالت الكائن الحي وبالتالي شنو راح تسوي إنفيجن بالتشيو مالت الرسبيراتوري عن طريق شنو عن طريق الفنجل هايفا بها خيوط فنجل هايفا نسميها تلتصق وين بالتشو تخترق انفيجن تسوي لي زين. The most frequently identified pathogen are هذني انواع الاسبرجيلوس. شنو انواع هذه الاسبرجيلوس اللي تسبب لي الديزيز اللي هي اما تكون اسبرجيلوس فيمتياس اور اسبرجيلوس فلافوس زين. الاسبرجيلوس فيمتياس والاسبرجيلوس فلافوس
يقول adequate organism capable of living under extensive environmental stress، يعني راح تكون يعني ذن قادرات انه يتحمل الظروف البيئية الصعبة. Most people are thought inhaled thousands of aspergillus spores daily but without effect due an efficient immune response. مثل ما قلت لكم طلاب، الأشخاص الأصحاء healthy individual راح يستنشقون الآلاف من الاسبرجيلس، لأن هي موجودة بالهواء. احنا شنو نتنفس؟ نتنفس الهواء، فموجودة هي مثل ما قلت لكم بالهواء، فمن راح يعني الآلاف من عندها، الآلاف من السبورات منها موجودة، فراح تدخل إلى أجسام ما سوينا ديزيز. ليش؟ هذا تعتمد على الإفيشنت أميون، يعني على كفاءة الجهاز المناعي مالتنا. إذا كان قوي أوكي ما تسوينا شيء، إذا لا ضعيف لا راح تسوينا أشياء ثانية. Invisible pulmonary aspergillosis immune suppressed individual are susceptible to invisible. هذه شو تسوي؟ مثل ما قلنا طلاب، احنا هاي الاسبرجيلوسيس قلنا بالاشخاص الجهاز المناعي مالتهم ضعيف، الماكروفاج ما راح تقتلها، ما تقدر تقتلها، فش راح تسوي؟ راح يعني تخترق الانسجه، تسوي لها انفيجن. زين، to envision affemitious infection severe disease and can be found not only in severally. يقول يعني هي مو فقط تكون سيفير بالأشخاص اللي تكون immune compromised patient but also critical all patient and those with the chronic obstructive pulmonary disease. يعني مو بس الأشخاص اللي عندهم ضعف بالجهاز المناعي هاي الفنجا راح تكون خطرة عليهم، لا، كذلك الأشخاص اللي عندهم chronic obstructive pulmonary disease. زين، شنو هو هذا ال chronic obstructive pulmonary disease؟ يقول هو chronic necrotizing aspergillosis is local invisible and is seen mainly in patients with the mild immune deficiency or with the chronic lung disease. Aspergillosis طلاب راح تسوي لي ديزيز واحد من هذه، يعني الديزيز اللي هي الكرونيك نيكروتايزنج اسبرجيلوسيس. هذا شنو معناه؟ is local invisible and is seen mainly in patients with the mild immune deficiency، يعني الأشخاص اللي عندهم immune deficiency ضعف بالجهاز المناعي، أو عندهم chronic lung disease، يعني أي lung disease يكون chronic، راح تجي تسوي لي invasion بالتشيو مالت respiratory. زين، وشو تسوي لي؟ تسوي necrotizing، فسمين chronic necrotizing aspergillosis. زين، بعد الديزيز الثانية عندنا الكرونيك بالمنري اسبرجيلوسيس اللي هو هذا كونديشن انكلود تيوبركلوسيس كرونيك اوبستراكتيف بالمنري ديزيز اند ساركيدوسيس اند از اسوشييتد وذ هاي موربيديتي اند مورتاليتي. هذا الديزيز من المضاعفات، من الكومبليكيشن اللي يسويها احتمال الشخص يصير عنده تيوبركلوسيس نتيجة الكرونيك بالمنري اسبرجيلوسيس، او يصير عنده كرونيك بالمنري اوبستراكتيف، او يصير عنده الساركيدوسيس، او يعني اي ديزيز يتعلق بالريسبيراتوري، وبعدين شو تؤدي بيه؟ تؤدي بيه الى المورتاليتي. زين، نجي هسه للسبتوم. السبتوم مالتنا فيفر، تشيست بين، كاف، coughing up blood، يعني كف قد يكون بي blood، shortness of breath. other symptom can develop if infection spread from lung to other part of the body. حتى احتمال هذا الانفكشن يعني مو يضل بس بالرسباراتري، لا، ينتقل الى اجزاء ثانية من الجسم. invisible aspergillosis usually occur in people who are already sick from medical condition so it can be difficult known which symptom are related to an aspergillosis infection. هنا أنا يقول انه الشخص اللي يصير عنده invisible aspergillosis، يعني هذه الفنجاي لها القابلية انه تخترق التشيو مات الريسبيراتوري، الاشخاص اللي عندهم other medical condition، يعني امراض ثانية، sick from other medical condition. زين، يعني مثل chronic pulmonary disease، او مثل ما قلنا diabetes، ويعني الشغلات اللي ضعف الجهاز المناعي. بعد يعني نسوي لي شنو؟ aspergillosis infection.
allergic aspergillosis disease include، راح ناخذ ال allergic aspergillosis راح نقسمها إلى قسمين، allergic bronchopulmonary aspergillosis و allergic fungal rhinosinusitis. ال allergic bronchopulmonary aspergillosis هو شنو يكون؟ هو type of chronic rhinosinusitis، هو أحد أنواع chronic rhinosinusitis. زين presented as hypersensitivity reaction to fungal presence in sinus. شنو سبب هذا؟ هذا سببه انه الفنجاي بينات يعني يصير هايبر سنسيتيف، السينسز راح تكون تتحسس جدا لهذا الفنجاي، اوكي، فتسوي لي allergic bronchopulmonary aspergillosis. زين السبتوم مالته سميلر، اسمه سبتوم انكلود، مثل يقول تشابه العلامات اللي تطلع عند الشخص اللي عنده اسمه، مثل wheezing, shortness of breath, cough, fever, in rarer cases. يعني تطلع هذه الأعراض عدة، بس fever قليل ما أنه نشوفها عند هيك أنواع من الallergic. بعد allergic fungal rhinosinusitis is subset of chronic rhinosinusitis with the nasal polyps characteristics. يقول هذه هو يعني همت أحد أنواع الكرونيك رينوسيناتس وذا نيزل. شو راح تتكون بالنيزل؟ راح تتكون هيك شلون شلون اللحمه يعني طالعه. زين باي انتي فانجل، شنو سببها؟ انتي فانجل اي جي اي سنسيتيف اند ايزوفيليا ريتش ميوكوس الرجيك ميوسين. طبعا من يعني سبب لي سر هذا عند الالرجيك فانجل رينوسيناتس راح اكيد الانتي فانجل IgE راح تتحفز لهذا الفنجاي. بعد شو يصير؟ الإيزونفيليا همات راح تكون rich ميوكس، بالذات يا ميوكس اللي هو الالرجيك ميوسين. السبتوم شنو الأعراض تطلع؟ يصير عندنا stuffness, runny nose, headache, reduce ability to smell. الاسبرجيلوما، الاسبرجيلوما is a fungus ball that develop in a pre-existing cavity with the lung parenchyma. هاي هنا الفنجاس طلاب، الفنجاس ايش راح تصير؟ هيك يعني تكون على شكل كره تتجمع وين؟ باللنج بارنكيما. زين وايل الاسبرجيلوس او الالرجيك هذه allergic bronchopulmonary aspergillosis، هذا اختصار الالرجيك بارمنري. bronchopulmonary aspergillosis شو يقول؟ يقول is hypersensitivity manifestation in the lung that almost always affects patients with the asthma or cystic fibrosis. احنا قلنا هي طبيعة الحال انه هو هذا disease هو عبارة عن hypersensitivity للsinuses، اوكي، نتيجة الفنجاي reaction. فإذا الشخص كان عنده مثلا أسمة أو cystic fibrosis راح الهايبر سنسيتيفيتي ما تكون أكثر. زين بعد الأسبرجيلوما and الABAB اللي هي الallergic bronchopulmonary aspergillosis are non-invisible، يعني ما تخترق الأنسجة، هذا النوع ما يخترق الأنسجة، هذا النوع من الديزيز، يعني اللي هذا الديزيز من يصير يعني ماكو اختراق للتشومار ريسبيراتوري، هذه الفنجاي ما تخترق التشومار ريسبيراتوري. اوكي فورم اوف اسبرجيلوس لانج ديزيز، وتسوي شنو؟ او هو احد اشكال الاسبرجيلوس لانج ديزيز، قسمناها احنا الاسبرجيلوس اللي هي الالرجيك برونكوبلمونري اسبرجيلوس والالرجيك فانجال رينوسينايتس. زين السبتوم مالته كف كفينج اب شورتنس اوف بريث، قبل شويه قلناها نفسها. الاسبرجيلوسيس افلابوس افلاتوكسين، اسبرجيلوس افلابوس از سول بورن اوبورتونستيك فانجل باثوجين ذات انفكشن او ذات انفكت امبورتانت اجريكلتشر كروب ساتش از مازا بنت اند كوتون. يعني هي هذا الفانجا هذا النوع من الاسبرجيلوس اللي هو الافلابوس يكون اوبورتونستيك، اوكي، يعني موجود بصوره طبيعيه بس من يضعف الجهاز المناعي نقدر نقول انه يتنشط فيسبب لنا الانفكشن. كذلك وين موجود؟ موجود بال يعني بالمزروعات، يعني مثلا الحبوب، مثلا عندنا الفول السوداني، القمح وهذه الشغلات، القطن. زين and produce the most carcinogenic، يسوي لي اكثر شيء يعني يسبب لي هذا الاسبرجيلوس فلابس، يسوي لي carcinogenic.
Naturally occur من الميكوتوكسين known as aflatoxin. شنو نسميه المادة اللي طلعها؟ نسميها aflatoxin، المادة السامة اللي يفرزها اللي يسبب لي يعني الانفلاميشن، أو هو هذا الفنجا. شنو نسميه؟ الأفلاتوكسين. Can colonize the respiratory tract and cause fungal rhinosinusitis or bronchopulmonary aspergillosis. هذا الأفلاتوكسين وين راح يتجمع؟ يستعمر على respiratory tract، يعني يتجمع هناك. شو يسوي لي؟ يسوي fungal rhinosinusitis or bronchopulmonary aspergillosis. زين، الفلابوس از سكند ليدنج كاز اوف انفيزيبل اسبرجيلوسيس وورلد وايد. الفلابوس طلاب هذا الثاني واحد من الاسبرجيلوس شو يكون؟ يكون انفيزيبل اسبرجيلوسيس وورلد وايد، يعني قادر انه يخترق لي التشيو من يدخل هذا الفلابوس للريسبيراتوري، قادر انه يخترق التشيو ويسوي الانفلاميشن. Okay, ingestion of contaminated crop target to liver and other completely killed tissue cell or can lead to acute hepatitis immune suppression hepatocellular carcinoma and neutropenia. يقول يعني عن طريق انه انا اكل اكل ملوث بها، يعني الحبوب ملوثة بهذه الفنجاي راح يعني تسبب لي الديزيز. زين، شنو هذا الديزيز اللي سببه؟ شو تسوي لي مثلا؟ احتمال تسوي لي acute hepatitis immune suppression hepatocellular carcinoma. زين، neutropenia. الكريبتوكوكاسس، الكريبتوكوكاسس mainly infect the lung causing pulmonary سمي شنو الكريبتوكوكاسس by entry pathogen airborne spore condia or Driedia cell into the airway and lung and invade the brain via circulation crossing the blood-brain barrier using a trigon horse strategy leading lethal cryptococcal meningitis. شنو هاي؟ شوفوا طلاب، يقول هذا الكريبتوكوكاسس هو يعني infection mainly يعتبر رئيسي، يصيب لي الريسبيراتوري، يسوي لي disease اسميه البلمونري كريبتوكوكاسس. شلون يصير هذا الديزيز؟ عن طريق انه تجي هذه السبورات اللي هي الكونديا تدخل للايروي، تروح لللنج، الدورة تروح للبرين عن طريق الدم، عن طريق السيركيوليشن راح تدخل للبرين عن طريق البلد برين بارير باستخدام يا تقنية تستخدم يسموها الترايجون هورس. شلون يعني؟ شلون مطاردة الحصان او هيك شيء، لانها تكون سريعة فقابلة انه تخترق البلد برين بارير. بعد leading to lethal cryptococcal meningitis، تسوي لي lethal cryptococcal meningitis. الكريبتوكوكاسس include life threatening cryptococcal meningocephalitis، وتسوي لي cryptococcal meningocephalitis واللي هي تعتبر مهددة للحياة. الكريبتوكوكاس النيوفورمس the main causative agent والكريبتوكوكاس جاتيا ليس كمان. شوفوا قبل شوية أخذنا الأسبرجيلوسيس بها نوعين، هنا أيضا عندنا نوعين من الكريبتوكوكاس اللي هو الكريبتوكوكاس نيوفورمس اللي هو هذا يعتبر كمين، يعني الميجر أنه يسوي الانفليميشن، هو المين causative agent. بعد الكريبتوكوكس جاتيا هذا لا ليس كمان، يعني هو انه يسوي انفكشن. اوكي، السبتوم تكون عنده بلمونري كريبتوكوكاسس او كريبتوكوكال مننجيتس، يعني يسوي كريبتوكوكاسس كريبتوكوكال مننجيتس. شنو اذا شخص عنده بلمونري كريبتوكوكاسس؟ يعني ايش راح يطلع عنده؟ عنده كاف، difficult breathing، chest pain، fever unseen when the lung are infected. طبعا يصير عنده فيبر لما الشخص يعني اذا كانت اللنج هي متأذية، يعني هي متضررة، هي الانفكشن صاير بيها فصير عنده فيبر. زين، الكريبتوكوكال مننجيتس سبتوم انكلود هيدك، فيبر، نيك بين، نوزيا، فوميتينج، لايس سنسيتيف اند كونفيوجن اور تشينج ان بيهافير. It can اكيد فيصير عنده change behavior، هي meningitis بعد مسويت له. It can also affect other part of the body including skin where it appear several fluid filled nodule with the dead tissue. يعني واضحة اعتقد، كلش واضحة، بس هنا هذا يقول انه appear several fluid filled، يعني قادرة انه تروح تنتقل للسائل مال الجسم
يعني مختلف السوائل ما تجلس مثل البلازما وإلى آخره، أو السوائل الموجودة بالنوديول بالعقد. فوش تسوي لسوي لدت الشو النيموسايتس نيمونيا. نيموسايتس نيمونيا هو انديميك مايوسيس آسانان النيموسايتس جيرفويسي نيمونيا. الاسم الثاني نيموسايتس جيربويسي نيمونيا is form of pneumonia، هو أحد أشكال النيمونيا عن الدزيز هذا. is caused by inhaled of yeast like fungus نيموسايتس جيربوزي and commonly found in the lung healthy people although it's usually not cause of يعني any disease. لذلك هو opportunistic infection the most common AIDS defining disease. شنو هم؟ شوفوا طلاب، هذا الديزيز اللي هو سمينا على اسمين، اما نيمونايتس نيمونيا او نيمونايتس جيرفوزي نيمونيا، هذا يكون يعني كومنلي هو يروح يعني ديزيز يصير باللنج، وهو كومنلي موجود بالاشخاص يعني هسه مثل الاشخاص الاصحاء ما يسوي لنا اي ديزيز، لكن ايش وقت يسوي الديزيز؟ يسوي من الجهاز المناعي يكون ضعيف، بالذات الاشخاص اللي عندهم ايدز، يصير عندهم ايدز، يصير عندهم هذا النوع من الفنجاي، لذلك هو يكون opportunistic infection، اوكي؟ لما يضعف الجهاز المناعي يتنشط. هذه شلون يعني اشوفه بالمجهر؟ راح نشوفه شكله شلون الكب، كب فورم، بلاك ارو، اوكي؟ اور بلو، زين؟ بلو عفوا. هو شنو نسميه؟ قلنا النيموسايتس جيرفوزي نيمونيا. الهيستوبلازموزس انديميك ميوسيس كاز باي انفكشن ايجنت. شنو الايجنت اللي يسببه؟ هيستوبلازما كابسيليتا. هنا انا عندي بس نوع واحد اللي هو الهيستوبلازم كابسيليتا. ار كونسنتريت ا كوميونيتي اكوايرز انفكشن وذ اكسبوجر هيستوري دو سول contain but are buyer dropping. شلون راح ينتقل إليه؟ عن طريق مثلا التربة ملوثة بالفيسز، نقدر نقول مات الطيور والخفافيش، زين؟ أنا راح مثلا أجي ألمس التراب، التربة السول، فراح تنتقل يعني إليه، أو مو ألمسها لا عفوا، يعني مثلا استنشاق وهذه الأمور، أو عن طريق التناول همات، يعني مثلا إذا فهم يعني نسوي الديزيز. بعد disruption of soil from exertion or construction can release infection elements that are inhaled and still into the lung، يعني عن طريق inhalation مثل ما قلت لكم تجي تدخل للنج. السبتوماتيك راح تسوي some patients are asymptomatic، يا أغلب البيشنت يكونون asymptomatic، لكن أكو يعني تطلع عندهم أعراض. other patient present pneumonia symptom describe as acute chronic pulmonary histoplasmosis. قد تكون هذه البلمونر الهيستوبلازموزس تسوي لي disease acute or chronic pulmonary histoplasmosis fever chills headache muscle aches dry cough chest pain and tiredness. كلها هذه الأعراض تسويها واضحة، الأعراض اللي تسويها الهيستوبلازم. Some people with the histoplasmosis also get joint pain and rash. صار عندهم ألام بالمفاصل، رش بالجلد مالتهم. People who have lung disease such as emphysema can develop chronic histoplasmosis. إذا شخص كان عنده يعني انفيزيما وصار عنده histoplasm، هذا الهيستوبلازموزز يعني رح يصير عنده chronic، تستمر وياه. Okay. Sign of chronic histoplasmosis can include weight loss and bloody cough. من الأعراض اللي تكون يعني chronic histoplasmosis تكون عندهم weight loss، وكذلك bloody cough. Chronic histoplasmosis symptoms sometimes mimic those tuberculosis. يعني chronic histoplasmosis مشابه جدا للtuberculosis. Severe histoplasmosis. The most severe variety of histoplasmosis occur mainly in infant and people. أكثر شيء يصير يعني يكون severe بالinfant and in people with the weakened immune system، والأشخاص اللي جهازهم مناعي ضعيف. Cold dismantled histoplasmosis is can affect nearly any part of the body. يعني مو بس الرسبيراتري، لا تقدر يعني تصيب أي عضو قريب من الرسبيراتري. Include mouth مثل mouth liver central nervous system skin adrenal gland، يعني دولة تقدر تصيبهم. بعد if untreated dismantled histoplasmosis is usually fatal respiratory failure and death. إذا ما الشخص يخضع للعلاج يعني تسوي له respiratory failure وتؤدي إلى death.
البلاستومايوسيس او اسميها بالشيكاغو ديزيز. الشيكاغو ديزيز هو اكثر شيء يصير بنورث امريكان بلاستوما، يعني بشمال امريكا يصير. بلاستومايوسيس از ليس كمان دام هيستوبلازموز، هذا يعني اقل انه يسوي الديزيز، انه يعني ما مشهور مثل الهيستوبلازموز والكوكسيدايموسيس اللي هسه راح نجي ناخذه، ما مشهور مثل هذول الديزيزات، يعني ديزيز اقصد. اوكي انهيليشن اوف كونديا يعني ينتقل عن طريق الكونديا، استنشق كونديا ويصير عندي ديزيز. كاز برايمري بلمونري بلاستومايوسيس، شو يسوي لي من ديزيز اسميه برايمري بلمونري بلاستومايوسيس. شنو الاعراض اللي راح تطلع عند الشخص؟ هو يعني يصيب باللانج، فشنو الاعراض اللي تطلع؟ صار عنده مثلا مشابه الاعراض للتوبركلوسيس، مشابه الاعراض الهيستوبلازموزس، يعني اند بكتيريال انفكشن، مشابه للاعراض اللي تسويها البكتيريا للريسبيراتوري. ماي كاز الاي ار دي اس، اللي هو شنو يسبب لي الاي ار دي اس؟ شنو هو يقصد به الادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، سبب لي هذه السندروم. بعد نيمونيا اند ريليتد ديزيز از فيتال، اذا ما نعالجها الشخص احتمال يموت. وان امبورتانت كاركترستيك اوف بلاستومايوسيس از سكين انفولفمنت ان فورم التريشن بلاك يو اند فيركيو، هات نقدر نعتبرها كشيء مميز لهذه الفنجا، انه من تصيب الشخص حتى تأثر على الجلد ماتز، يعني سوي تقرحات وشلون سوي عنده بلاك يو. اوكي الكوكسيدومايوسيس او اسميها بالسان جاكيون فيلي فيبر، the most acquire the disease respiratory inhalation of spore dismantled in their natural habitat. The causative agent of الكوكسيدومايوسيس are coccidioides emate and coccidioides بوس داسي. شنو هاي اقصد بيها؟ هذا يعني يجيني هذا الديزيز عن طريق انه راح استنشق سبورات اللي هي الكونديد، استنشقها تصير عندي هذا الديزيز. هذه الكوكساد او الكوكسيدايادس عندي نوعين من عنده، اما كوكسيدايادس اميت او كوكسيدايادس بوس ديز، نوعين. زين السبتوم مالت الاعراض، most patient are asymptomatic resemble acute respiratory infection symptom، يعني يكون asymptomatic مشابه للأشخاص اللي عندهم respiratory infection symptom acute. such pneumonia and bronchitis and fever، قد يعني صار عنده pneumonia bronchitis fever cough pleuritic pain within which then experience a self-limited process. Very few cases can develop into dismantled infection and can cause severe difficult. يقول بعض الحالات يعني هو بنصير عنده هذا الانفكشن تكون severe and difficult to treatment meningitis. شو وقت بالأشخاص اللي عندهم meningitis والأشخاص اللي عندهم immune compromised يعني جهاز المناعي مالتهم ضعيف وصار عندهم هذا الديزيز أو هذا الفنجاي، يعني بصعوبة راح يعني أقدر أتخلص من عندهم، أقدر أتخلص من هذا الفنجاي بصعوبة إنه أقدر أعالجه باختصار. Infection can sometime can acute respiratory distress syndrome and fatal multipolar pneumonia. يقول الانفكشن يعني هذا الانفكشن من يصير احتمال يسبب acute respiratory distress syndrome واحتمال يعني يؤدي الى fatal. Skin manifestation such as erythema nodosum are also common with the كوكسيدايدس انفكشن. شنو راح العلامات على السكن؟ راح يسوي لي اريثيما، يعني اهم الاعراض اللي تطلع على السكن الشخص عنده هذا الديزيز. الدايجنوسيس، دايجنوسيس اول شيء كلينيك او كلينيكال ساين اللي هي الساين سبتوم من خلال انه انا اشوف البيشنت راح اقدر يعني هذا يساعدني بالتشخيص. بعد المايكروسكوبيك البايوبسي الكلتشر سام تايم وذ اد ميديكال امايجينج، يعني الميديكال امايجينج مثل اكس راي هذه الامور الشغلات. يعني تريتمنت شلون اعالجه؟ عن طريق الازولز اللي هن شملن الاترا كونازول والفلوكانازول اند الامفوتيريسين بي. الازول اللي هو يشمل لي الاترا كونازول والفلوكانازول والامفوتيريسين بي.